بخصوص ملف الممتلكات الثقافية المنهوبة، فقد تم استرجاع أكثر من 30,000 ممتلك ثقافي منقول، وعرفت سنة 2023 استحداث خلية اليقظة بوزارة الثقافة والفنون، والتي تم من خلالها استرجاع العديد من التحف من الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تأتي في مقدمتها التحفة التاريخية المتمثلة في سيف للأمير عبد القادر الجزائري. ومن خلال مختلف البرامج التنموية لقطاع الثقافة، تم تسجيل عدد معتبر من عمليات دراسة وترميم المساجد العتيقة، كما استفاد القطاع خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024 من برنامج استثماري هام، حيث تم تسجيل 133 عملية، كما عرفت هذه الفترة رفع التجميد عن 44 عملية استثمارية ذات أولوية بالدرجة الأولى، نذكر منها ترميم المعالم التاريخية عبر الوطن، حيث تم رفع التجميد عن عملية ترميم القصبة قصبة الجزائر وترميم 8 مساجد عتيقة، بالإضافة إلى عمليات أخرى تندرج ضمن أولويات القطاع.